مشاهدينا الاعزاء تحيه طيبه واهلا بكم. تميز الوضع الجوي لهذا اليوم بمنخفض نسبي للضغط الجوي، وكما نلاحظ من خلال تسلسل صور القمر الاصطناعي كان السماء فصباح مغشت بسحب عابره على مجالاتنا البحريه. توقعاتنا الجوية المنتظرة لما بعد الظهر، طقس أحيانا كثيف السحب مع أمطار تكون مؤقتا رعدية بشمال تونس، رياح غربية شمالية غربية من 10 إلى 20 عقدة، ثم تتقوى آخر النهار لتصل إلى 15-25 وتتجاوز مؤقتا 35 عقدة مع سحب رعدية. البحر يكون قليل الاضطراب فمضطرب. بشرق تونس رياح جنوبية شرقية ثم تتجه إلى شمالية شرقية سرعتها من 10 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب. بخليج قابس رياح شمالية شرقية من 15 إلى 20 عقدة، البحر متموج والرؤية تمتد من 3 إلى 6 أميال. بالنسبة لهذه الليلة يتواصل الطقس أحيانا كثيف السحب مع بعض الأمطار بشمال وشرق تونس. بالنسبة لاتجاه الريح بشمال تونس رياح شمالية غربية سرعتها من 15 إلى 25 عقدة، البحر يكون مضطرب. بشرق تونس رياح شمالية شرقية شمالية غربية سرعتها من 15 إلى 20 عقدة، البحر يكون قليل الاضطراب فمضطرب. وبخليج قابس رياح شمالية شرقية من 15 إلى 20 عقدة، البحر متموج ورؤية تنخفض من 6 أميال إلى ميلين. يوم الغد إن شاء الله سحب عابرة على مجالاتنا البحرية بسواحلنا الشمالية وخليج الحمامات، ريح من القطاع الغربي ثم تتجه إلى القطاع الشرقي سرعتها من 15 إلى 25 عقدة، ثم تنخفض آخر النهار لتصل إلى 10-20 عقدة، البحر مضطرب فقليل الاضطراب ورؤية تمتد من ميلين إلى 6 أميال. بالنسبة لمنطقتي الشابة وخليج قابس ريح من القطاع الغربي سرعتها من 10 إلى 20 عقدة، البحر يكون قليل الاضطراب ورؤية تمتد من ميلين إلى 7 أميال. نمر الآن إلى حركتي المد والجزر بميناء إصفاقس، 88 سنتيمتر على الساعة 6 مساء و 21 دقيقة، متر و 22 سنتيمتر على الساعة منتصف الليل و 21 دقيقة. بميناء قابس متر و 11 سنتيمتر على الساعة 7 مساء و 8 دقائق، متر و 46 سنتيمتر على الساعة منتصف الليل و 26 دقيقة. بميناء جرجيس 55 سنتيمتر على الساعة 6 مساء و 25 دقيقة و 68 سنتيمتر على الساعة منتصف الليل و 33 دقيقة. في الختام والي مزيد من المعلومات، بإمكانكم الاتصال بالموزع الصوتي، زيارة موقع الويب أو بعث إرساليات قصيرة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.